إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن تقوى الله تعالى تجلب الخير وتدفع الشر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المؤمنون، كلنا ذو حاجة، فما منا إلا وله من الحاجات ما لا غنى له عنها ولا سبيل إلى الانفكاك منها. كلنا يطلب شيئا يدركه ويرجو شيئا يحصله، وإن الناس في إدراك مطالبهم وتحصيل حاجاتهم يسلكون سبلا شتى وطرقا عديدة لإدراك تلك المطالب وتحصيل تلك الرغبات، إلا أن كثيرا من الناس يغفلون عن باب عظيم من أبواب إدراك الحاجات، بل هو أعظم الأسباب التي تدرك بها الحاجات وتحصل بها الطلبات. إن أعظم الأبواب وأقوى الأسباب التي إذا طرقها العبد أو أخذها في إدراك حاجة أو النجاة من كربة، إن ذلك هو الدعاء، الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الترمذي من حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. الدعاء ذلك الباب العظيم الذي يدرك به الإنسان مصالحه في الدنيا والآخرة. إن الناس في إدراك حاجاتهم يغفلون كثيرا عن هذا الباب، وهو أعظم الأبواب وأقواها وأرجاها وأسهلها، ولا يحتاج إلى عناء ومشقة إلا أن يضرع العبد بقلبه ويلهج بلسانه ويلح على ربه في سؤاله، فينزل به حاجته ليقضيها ويطرح بين يديه مسائله لينجزها، والله هو الغني الحميد. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد الله جل وعلا سحاء بالخير الليل والنهار لا تغيظهما نفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن العبد بحاجة إلى أن يسأل الله تعالى، قال ربكم جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. إن ربنا جل وعلا بيده الخير كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هو الغني الحميد جل في علاه، هو الكريم جل في علاه سبحانه وبحمده، هو القوي العزيز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يدرك العبد شيئا من مصالح الدنيا ولا من خيراتها ولا من فلاح الآخرة ونجاتها إلا من قبل الله جل وعلا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى تسع النعل، أي سلوا الله تعالى كل حاجاتكم حتى دقيقها. فشسع النعل هو السير الذي يربط به النعال. سلوا الله كل شيء حتى تسع النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. إن الله تعالى أمركم بدعائه، ثم إنه من كرمه وعدكم بالإجابة فقال: ادعوني أستجب لكم. بل من رحمته وعظيم إحسانه وجلال عطائه وكرمه أنه يتعرض لعباده بالسؤال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل في علاه وهو الغني الحميد، يقول سبحانه داعيا عباده، مناديا من أيقظ الله قلبه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيا عبد الله، أي غبن وأي خسار في ترك رب جواد كريم بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، رب بلغ جوده وغناه أنه يستدعي عباده ليسألوه من كل ما يريدون. قال وهب بن منبه رحمه الله لرجل كان يأتي بعض الأغنياء ليقضي حاجته ويدرك مطلوبه، قال ويحك، وهي كلمة تقال على وجه الترحم مقابل كلمة ويلك، قال له ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري أن يخفي ويواري عنك غناه، وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويدعوك إلى مسألته. قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم. فاجتهدوا أيها المؤمنون في الاستكثار من هذا الباب العظيم الذي هو العبادة، إنه الدعاء الذي لا يعود منه المسلم إلا بالخير مهما كان. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم، يعني دعاؤه ليس به إثم، فلا يسأل الله جل وعلا معصية أو محرما، وليس به قطيعة رحم، إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث، أي واحدة من خصال ثلاث: إما أن يعدل له دعوته فيجيبه إليها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع من السوء وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فقال أحد الصحابة إذا نكثر يا رسول الله، إذا كان الداعي لا يخرج عن واحد من هذه الأمور إذا نكثر من الدعاء يا رسول الله؟ فقال النبي العالم بربه الله أكثر، الله أكثر وأجل، لا إله إلا هو الغني الحميد. لو أن العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على صعيد واحد فسأل كل واحد من رب العالمين مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الذي لم يقدر الخلق قدره وما قدر الله حق قدره. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده لا أحصي ثناء عليك كما أثنى على نفسه جل في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله أيها الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، ملكنا ومملوكنا، غنينا وفقيرنا، شريفنا ووضيعنا، كلنا إلى الله فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقر لا يمكن أن يغتني عنه الإنسان، فقر لا يمكن أن يسده الإنسان إلا باللجأ إلى الله وإنزال الحوائج منه. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق، تصمد إليه فتنزل بها حاجاتها، كل ذلك لغناه وكمال قوته سبحانه وبحمده. وإنني أدعو نفسي وإخواني
إلى كثرة الدعاء في الشدة والرخاء، إلى كثرة الدعاء في السراء والضراء، إلى الدعاء في كل أمر تريده من أمر دينك وأخراك. فإن الدعاء عبادة جليلة يرفع الله بها الدرجات ويحط بها السيئات وتحصل بها المأمولات وتدرك بها المطلوبات. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن العبد إذا أدام الدعاء واستمر عليه في شدته ورخائه، في يسره وعسره، في منشطه ومكرهه، كان حريا أن يجيبه، أن يجيبه الله تعالى عند الضرورات، عند النكبات والمصيبات. أما من غفل عن الله تعالى ولم يتعرف عليه في الرخاء فإنه قد يمنع الإجابة في الشدة. أيها الناس، إنه لا غنى بنا عن الله، والله من ظن أنه عن الله غني فقد أخطأ السبيل وضل الطريق وهو في شدة وبلاء وكرب ونكبة. إن الله تعالى غني عنا ونحن إليه فقراء، إننا إلى الله فقراء في غنانا وفقرنا، في سرائنا وضرائنا، في منشطنا ومكرهنا. إنا إليه فقراء جل وعلا، فأظهروا الفقر إليه حتى يمن عليكم بإجابة الدعاء وإعطائكم النوائل. فإن أقرب الطرق في الدخول على الله أن يظهر العبد فقره إلى ربه واستمع إلى تلك الكلمات الطاهرات، تلك الكلمات النيرات التي قالها موسى لما خرج طريبا ضاقت به السبل، ضاقت به الأرض بما رحبت، فلم يجد سبيلا يدرك به مطلوبا إلا أن لهج ونادى ربه قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل إلى ربه بفقره وحاجته وضرورته إلى مولاه ومالكه، فجاءه الفتح المبين والخير العميم، جاءه الأمن أولا، ثم جاءه الرزق ثانيا، ثم جاءه النكاح ثالثا، ثم تمم الله عليه الفضل بالنبوة والرسالة، فبعثه الله رسولا نبيا. أيها المؤمنون، تعرضوا إلى الله تعالى في كل ما تطلبون، واسألوه حوائجكم كلها، فإنه السبيل الذي تدركون به الحاجات وتقضون به الطلبات. والله إذا صدق العبد مع ربه في دعائه وسؤاله واتخذ من الآداب ما يوجب الدعاء، ما يوجب إجابة الدعاء، لن يخيب ولن يرجع من الله بخسار. أيها المؤمنون، دعوتم الله أن يسقيكم وسألتموه أن يغيثكم، وهو جل وعلا الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو عند ظن عباده به ظنوا بالله خيرا. فإذا سألتم الله ولم يجبكم فاعلموا أن ذلك ليس لفقر ولا لبخل ولا لعجز، بل الله الغني الحميد، بل الله القوي العزيز، لكنه جل وعلا يمنع لحكمة كما يعطي لحكمة ورحمة. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وأحسنوا الظن بالله، والجو إليه سائلينه جل وعلا قضاء الحوائج كلها، قضاء الحوائج كلها، فإن ذلك تدرك به الطلبات. وانتقوا من العبارات في التذلل والتضرع، ما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوله: فإن خير الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقدت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقدته من فراشها، فخرجت تضربه، تقول: فوقعت يدي على قدميه منصوبتين في المسجد ساجدا وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تضرع وانكسار، لجأ وفرار إلى ديان الأرض والسماء، إلى الله الذي لا تقضى الحوائج إلا من قبله، ولا تدرك المطالب إلا به، لا إله إلا هو الغني الحميد.
فالجأوا إلى الله أن يغيثكم وأن يقضي حوائجكم، واختاروا في الأدعية ما يكون سببا للتوبة والإنابة وإظهار الافتقار إليه جل وعلا. استسقى قوم ربهم جل وعلا، فجاء غلام قد لبس من الثياب ما هو من الفقر وإظهار الحاجة والباقة ما يناسب الذل بين يدي ربه جل وعلا، فقال في دعائه: إلهي إلهي أبلت الوجوه عندك الذنوب ومساوئ الأعمال، أي سودت الوجوه عندك الذنوب ومساوئ الأعمال، وقد حبست عنا الغيث لتؤدب عبادك، فأسألك يا حليما ذا عناك ويا من لا يعرف عبده منه إلا الجميل، أن تسقيهم الساعة الساعة. فلم يزل يكرر محسنا الظن بالله الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل جانب. والله كريم عظيم، إذا صدق العبد معه وجد منه خيرا عظيما. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء أعمالنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله من الإحسان والكرم والجود والعطاء يا كريم يا منان. اللهم عاملنا بجودك، لا إله إلا أنت، نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأسقنا الغيث يا عظيم يا جليل. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا.